السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. لازال كلامنا مستمر في سلسلة مشروع تسمين الأغنام. النهاردة اليوم التاسع، الحلقة الخمستاشر إن شاء الله. هنتكلم مع بعض عشان السؤال ده اتكرر، وبالمرة واحنا في مرحلة الاستقبال يعني الغنم، عشان نخلصه موضوع الاستقبال. أسئلة كتير جات لي، ازاي اتجنب حدوث اللكمة؟ الطريقة الصحيحة لتجنب حدوث اللكمة، طبعا انا لكمت لك الغنم عشان تعرف اللكمة وتعرف تتعامل معها ازاي وتشوف شكل اللكمة عامل ازاي، بس لكمة خفيفة، لكمة مدروسة، يعني مش لكمة اللي هي تخليني اصرف فلوس علاج وتبهدل الغنم وتتعب الغنم، لا، ما أثرتش معايا أي حاجة الحمد لله، غير إنها رجعتني ورا يوم واحد بس أو يومين. رجعتني ورا يومين، يعني المفروض كنت أنا في خلال 7 أيام أكون واصل لأعلى كمية علف، أنا النهاردة كده وصلنا لأعلى كمية علف اليوم التاسع النهاردة. وصلنا النهاردة لأعلى كمية علف، العلف جاهز في أوضة العلف، إن شاء الله الحلقة اللي بعد ديت إن شاء الله على طول هنتكلم، هنوزن الغنم وهنحط العلف إن شاء الله بإذن الله. المهم عشان ما نضيعش وقت الحلقة، السؤال ده جاني، ازاي اتجنب حدوث اللكمة؟ عاوز قاعدة عامة. واحد بيقول لي معايا عندي حوش فيه 100 راس او اكتر من 100 راس، يعني عاوز قاعدة عامة مش بالعدد. ماشي، انا هي المفروض انت تحسبها لوحدك، انا اتكلمت فيها بس انت مش عارف تحسبها، انا هعمل لك قاعدة ليها. اول حاجة هنفترض ان غنمك ما وقفتش على علف نهائي. يعني غنم مراعي بالدرجة الاولى. غنمك غنم راعي فقط لا غير، ما وقفتش على علف خالص. يبقى عشان ان شاء الله تتجنب حدوث اللكمة، رقم واحد هتشوف متوسط وزن الغنم لما تدخلها، يعني هتوزن الغنم كلها وتقسمها على عددها يطلع لك المتوسط. والله الامر ده صعب، نوزن الغنم كلها، الغنم كتيرة 200-300 راس، مش هنقدر نوزنها كلها. ما فيش اي مشكلة، في حاجة اسمها بالعين، الخبرة بالعين، تبص على الغنم. انا قلت لك الغنم دي متوسطها يخش في 30-32 كيلو، ان شاء الله النهاردة هنوزن وهنشوف مع بعض بالعين كده، مش ايه ما وزنتش حاجة لسه، بالعين فقط قلت لك 30-32 كيلو متوسطه. المهم فتقدر بالعينك، مش هتفرق 2-3 كيلو زيادة مش هيعملوا حاجة يعني. المهم التقدير، قدرت متوسط وزن الغنم، هتضرب متوسط وزن الغنم في 3%، هيطلع لك وزن العلف المطلوب، وزن العلف المركز بدون اي مادة ملقى، وزن علف مركز اللي بيستهلكه الخروف طول اليوم، هتضربه في عددهم هيطلع لك كمية العلف المطلوبة للميت راس. يعني مثلا لو معايا 100 راس متوسط الوزن 25 كيلو، معايا 100 راس متوسط الوزن 25 كيلو، يبقى كده الغنم دي ليها 75 كيلو علف في اليوم. 75 كيلو علف في اليوم هتتقسم على وجبتين، نصهم الصبح ونصهم اخر النهار. طيب الغنم لسه جايه جديده مش متعوده على العلف، طبعا ودي 3% تعتبر اقصى كميه ياكلها الخروف في اليوم في حاله التسمين، التسمين السريع طبعا. طيب الخروف مش متعود على العلف، هنعمل ايه؟ هتقسم على 2 كمية العلف اللي انت حسبتها، هتقسمها على 2، 75 كيلو هنقول نصهم 37 كيلو ونص، 75 كيلو على ال 100 راس نصهم 37 كيلو ونص، 37 كيلو ونص دول اللي هيتحطوا في اول يوم، او لو هتستقبل على دريسة او على اي مادة ملقى، هي كده كده غنم مراعي مفيش منها اي مشكلة، الكلام ده لو جاي من سفر يعني وعاوزها تريح يوم بس الغنم تستريح مفيش فرق. المهم قسمت كمية العلف المطلوبة على 2، حطيت النص ده في أول يوم أو تاني يوم مش هتفرق يعني، قسمته طبعا تقسمه على وجبتين، طبعا كمية العلف دي هتقسمها على وجبتين. كده حطيت نص كمية العلف المطلوبة، النص التاني هتعمل في إيه؟ هتقسمه على 10 أيام، النص التاني هتقسمه على 10 أيام، يعني 37 كيلو ونص، 37 كيلو ونص هتقسمهم على 10، هيطلع لك 4 كيلو لربع، 4 كل يوم هتزود 4 كيلو لربع، مش بالجرام يعني، هتزود 4 كيلو كل يوم، هتزود 4 كيلو كل يوم في خلال 10 ايام هتلاقي الغنم ان شاء الله ماشيه معاك تمام التمام، بدون اي لكمه بدون اي حاجه ان شاء الله باذن الله. طبعا والحاجه الاساسيه رقم واحد، الماده الملقى باستمرار، الماده الملقى دي يشبع منها الاول، دي رقم واحد، الماده الملقى يشبع منها رقم واحد، بعد كده يدخل على علفه في فتره الاستقبال.
طبعا بغض النظر عندك دريس ما عندكش دريس، عندك حاجه حتى لو حاجه خضراء ما فيش اي مشكله، الخضره ما فيش منها مشكله مع التسميد، بس مش الخضره ما تكونش بتسبب السلات، ما تكونش خضره طريه زياده عن اللزوم. اي ماده ملقى، عندك دريس، عندك تبن فول، عندك تبن فاصوليا، عندك قرش سوداني، في مواد ملقى كتير في السوق بتتاكل لوحديها، الدريس، تبن الفاصوليا، تبن اللي هو عرش السوداني، تبن الفول، بيتاكل لوحده. اما في حاله التبن الابيض، انا عندي شويه هنا كانوا متبقيين من البقر، اما في حاله التبن الابيض لا، الغنم ما بتاكلهوش لوحده، التبن القمحه وتبن الشعير الغنم ما بتاكلوش بصوره منفرده. فانت لو ما عندكش الحاجات دي، المواد الملقى، يبقى علفك مش هيتحط صافي زي ما كنت بحطه، لازم تحطه على تبن، تكتر التبن في الطوايل وتحط عليه العلف، ما ينفعش تحط علف صافي بدون تبن طالما ما عندكش ماده ملقى بتتاكل لوحديها بصوره منفرده، بحيث انه يملى كرشه منها، بحيث انها تساعد في الهضم وتخفض نسبه الحموضه شويه في الكرش. يعني بغض النظر عن تخفض نسبه الحموضه، هي مش هتخفض نسبه الحموضه، معلش، هي تملى الكرش بحيث تحسسه بالشبع، تحسسه بالشبع بس مش اكتر من كده. دي فايده الماده الملقى، تملى الكرش تحسس بالشبع وتساعد في انه يشتر يهضم الاكل، تساعد في الهضم. المهم كده زي ما قلنا، النص الثاني هتقسم 10 ايام. وما تنساش الاضافه السحريه تعتبر على العلف، وهي بيكربونات الصوديوم، فتره الاستقبال دي ما تستغناش عنها، حتى لو مش هتحط اي اضافات، اهم حاجه بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم كيلو لكل 100 كيلو، كيلو لكل 100 كيلو كحد ادنى، كيلو لكل 100 كيلو علف في فتره الاستقبال. ولو ما حطيتهاش ما فيش مشكلة، إن شاء الله مش هيحصل عندك لكمة، بس أنا بعتبرها المكون الأساسي في التأكد إن ما فيش لكمة إن شاء الله هتيجي، إنك تتأكد إن ما فيش لكمة إن شاء الله هتحصل معاك، ولو حصلت بتيجي خفيفة خالص، بتعدي في خلال يوم ما فيش أي مشكلة. طبعا الكلام اللي أنا قلته ده أنا ما استخدمتهوش، وأنت عارف أنت الناس اللي متابعة معايا، الغنم إحنا حسبنا لها متوسط 23 كيلو علف في اليوم، وبدأت ب 10 كيلو، وكل يوم كنت بزود 4 كيلو، كل يوم كنت بزود 4 كيلو علف، 2 كيلو الصبح و2 كيلو بالليل، كنت بادئ ب 10، تاني يوم بدأت ب 14، تالت يوم ب 19، رابع يوم احنا وصلنا رابع، اول يوم بدأنا ب 10، وتاني يوم 14، تالت يوم 18، تالت يوم رابع يوم قصدي 22 كيلو. في خلال 4 ايام كنت وصلت 22 كيلو. فالغنم طبعا شلت منها الكربونات دي اول حاجه، لان انا بزود بسرعه، وفي مرحله ال 22 كيلو اتلكمت زي ما انت شفتها معايا، رجعتنا يومين. انا النهارده اليوم التاسع وصلت لاعلى كميه علف المفروض كنت وصلت فيها السبت اللي فات، يعني من يومين في اليوم السابع، بس مش مشكله، بس ده كله عشان تتعلم كده بالطريقه دي. انسى ان شاء الله تيجي عندك اي لكمه، الكربونات على العلف، الماده المالقه ياكل منها لحد الشبع قبل العلف، تقسم العلف بتاعك على 2 اللي هو اقصى كميه 3%، تبدا بالنص والنص التاني تقسمه على 10 ايام. اما طبعا لو غنمك معلوفه، ده اعتبرنا على غنمك مش موقف على العلف، لو غنمك معلوفه ال 10 ايام دي كتير، الغنم هتخس فيها، يبقى انت كده بتضيع وقت. لو غنمك واقفه على العلف وعلف مفتوح يعني 3%، لا، في خلال يومين بس هتخش على العلف بتاعك، يوم يومين، يعني لو حسبت الكميه هتحط ثلاث ارباعها مش النص، وكل يوم هتزود ال 25%، هتقسمها على يومين او ثلاثه بس الجزء الباقي. ليه؟ لان تغيير العلف بس مش اكتر. ولو بتعلف نفس العلف اللي كانت بتعلف عند صاحبها، يبقى من اول يوم هتحط العلف ما فيش اي مشكله، لو انت عارف هو كان بيعلف ايه وانت بتعلف نفس العلف، يبقى هتجيب نفس العلف وهتحطه من اول يوم ما فيش اي مشكله. طبعا استنى دلوقتي كده، احنا هي الغنم قلنا اليوم التاسع بتاكل دريس، اهيت الدريس مفتوح اهوت، اكلت لغايه حد الشبع، ودلوقتي هنخش انا مجهز العلفه بتاعتهم، حوالي 22 كيلو، حوالي يعني 11 كيلو، ادي الجرد المليان، وفي شويه هنا لسه اهو، دول هحطهم دلوقتي، هنوقف الفيديو بس عشان لسه ما تقلبوش، دول هنقلبهم، هنوقف الفيديو وهنكمل، وانا بنحط العلف عشان هنوزن ان شاء الله بعد ما الغنم تاكل وتشبع. ده الجردل بتاعنا 9 كيلو، ودول بقيه ال 11 كيلو، 11 كيلو ونص تقريبا، 11
كيلو ونص دول كده مع بعض 11 كيلو ونص. هنحط العلف اهو. طبعا في اللي كان بيقول لي الطوايل صغيره صغيره، ان شاء الله هي بالظبط كفيهم، واللي عاوز يجي هنا زياده يجي ان شاء الله كفيهم مظبوط. بس طبعا كده كده هننقل واحده عن الحيط عشان ياكلوا من الناحيتين، يتم الاكل من الناحيتين. طبعا هيخلصوا علف دلوقتي ان شاء الله، هيخلصوا علف وهنبدا نوزن باذن الله. نبقى كده وزننا بعد الغنم ما فطرت، اتفرج الحمد لله كلهم بالكامل مرصوصين، مفيش حاجة مش لاقية مكان، كله الحمد لله بياكل تمام. طبعا يا الطوالة لما الغنم هتكبر شوية محتاجة هتتخن شوية، الطوالة ديت ان شاء الله هنجيبها في النص، هياكلوا من الجنبين هتكفيهم بالزيادة ان شاء الله. انتظرونا في الفيديو التاني، هنصور بعد ده مباشرة نص ساعة كده وهنصور وهنبدأ نوزن إن شاء الله الغنم، والفيديوين هينزلوا مع بعض إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.